حصلنا بقى راه حصلنا جينا نحوسوا هنا ثلجت علينا هنا يا خويا جبناهم يحوسوا حصلنا جينا نشوفوا الحاله كيفاش دايره لقينا روحنا حاصلين حاصرت الثلوج التي تساقطت ليلة السبت إلى الأحد بعالي منطقة تكجدة بولاية البويرة وللمرة الثانية عشرات العائلات من مختلف ولايات الوطن فالتساقط الكثيف للثلوج حول متعة الكثيرين إلى جحيم احنا جينا من ولاية تكجدة جينا زعما باش نحوسوا كما يقول لك وصرى اللي صرى رانا حاصلين جينا حواسين اتغلقت علينا الجو والثلج كاين بزاف الناس اللي حاصله هنايا عائله كبيره ما والحمد لله يعني راه كاين رجال الامن كاين رجال الحمايه العسكر الحمد لله راهم يقوموا بالواجب العائلات كاين بزاف راهم مازالوا حاصلين والله مازالوا حاصلين دراري صغار لي فامي كلهم مازالوا حاصلين الفوق مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة بالتنسيق مع المصالح الأمنية جندت جميع طواقمها لإجلاء العائلات والتكفل بهم وفتح الطريق بإزالة الثلوج وقد وقفنا خلال خرجتنا الميدانية هذه على الجهود الجبارة لمصالح الحماية المدنية التي بذلت كل ما بوسعها لإنقاذ جميع العالقين الساعة 7 وما زال مصالح الحماية المدنية رفقة السلطات الأمنية والأشغال العمومية متواجدين في عين المكان إن شاء الله ما نغادروش المكان حتى إجلاء آخر سيارة هناك عندنا شوية حركة السير هل هنا متوقفة ولكن الجهود متواصلة من أجل فتح الطريق أكيد عندنا خاصة في هذا المكان حوالي 500 متر متوقفة تماما فيها عائلات على متن السيارات ولكن رانا متواجدين معهم إن شاء الله حتى نوصلهم المنازل عملية إجلاء العائلات التي حاصرتها الثلوج كانت في حدود الساعة 10:30 ليلا هذا في الوقت الذي تبقى فيه العديد من الطرق الوطنية والولائية مغلقة إلى حد الآن